وصلنا معكم مشاهدين الكرام لأولى جولاتنا نتجول فيها في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا هبة حسين. شكرا مصطفى ميزار، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي بعنوان مرصد الاقتصاد المصري، دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية. التقرير ذكر أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الأزمة في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021-2022 ارتفاعا. أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2014 إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطات نقد أجنبي كبيرة. أكدت وزارة البترول أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة ذات الصلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أكد وزير البترول طارق الملا أن ورشة العمل هي ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من القيادة السياسية والحكومة. تبينت مؤشرات البورصة المصرية لختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرات EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 1.35 تريليون مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 59% ليغلق عند مستوى 16,096 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2,883 نقطة. كما هبط مؤشر EGX 100 بنسبة 85% ليغلق عند مستوى 4,331 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود، ما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 2.94% لتبلغ نحو $80.88 للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23% ليسجل نحو $76.15 للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.99% لتصل إلى $3.09 للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.91% لتسجل نحو $3.85 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع مدعومة بإقبال المستثمرين على المخاطرة والأمال في أن تؤدي أسعار النفط الآخذة في الارتفاع إلى استمرار ضخ المزيد من الأموال في المنطقة. وقفز المؤشر الرئيسي في قطر بنسبة 1.5%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1% مدعوما بارتفاع سهم شركة أرامكو 0.6%. زاد المؤشر الرئيسي لدبي 0.6%، بينما تراجع مؤشر أبو ظبي 0.3% مواصلا خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. وزاد المؤشر الرئيسي في البحرين 1.1% وسلطنة عمان 3.1% والكويت 4.1%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. أشكرك فاطمة.